ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. طبعا وصلنا للفقرة الطبية. النهاردة فقرتنا هتكون مميزة جدا، هتكون عبارة عن مجموعة من أسئلة المشاهدين على السوشيال ميديا، وقلت أجمع لحضراتكم مجموعة كده من أسئلة متابعين البرنامج، ونجيب ضيفة مميزة وهي خبيرة التغذية نهال حافظ اللي مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا، تجاوب بقى على كل أسئلة الخاصة بالدايت وإزاي نخس بشكل صحي وآمن. طبعا أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، منورانا جدا. بنورك حبيبة قلبي. طبعا إحنا موضوع جميل، فكرة إن إحنا نهتم بأسئلة يعني المشاهدين، وإن هم يعرفوا بقى الإجابات على الأسئلة اللي ساعات بتحير بعض الناس أو بيختلط علينا الأمر في إيه الصح وإيه الغلط. ده حقيقي. إحنا هنبدأ نتكلم عن أول حاجة خالص، فكرة الأكل الصحي. يعني أنا دلوقتي بقول إيه، أنا عاملة محشي وممكن اعمله بطريقه برضو يبقى لطيف، يعني اقلل واقنن من القصه بتاعته بان انا استخدم نوع رز مختلف، ان انا يعني استخدم زيت زيتون اعمله نايف ناي وات ايفر. فهل فعلا لو انا اخدته بكميات قليله اقدر ان انا فعلا احقق الدايت حتى لو هو مش صحي زي ما الناس بتعمله بالطريقه العاديه؟ تمام. هو طبعا المحشي من الحاجات اللي قلبه السوشيال ميديا، عارفه سؤال العصر. ايوه المحشي هو اكله مهمه، هو حياتنا اكله مهمه جدا يا دكتور بكل انواعه يعني. بصي، هو المحشي اول حاجه هقول على طريقه يتعامل بيها، وهقول لك احنا ما بنقولش في حاجه ممنوعه، احنا بنقول ناكله امتى وازاي. كويس. يعني المحشي من الحاجات اللي اول حاجه الحشو بتاعه هنحط رز بني وكنوة عشان دي الياف غذائيه، قيم غذائيه اعلى، في الطعم مش هتغيره انما هتحسسنا بالشبع لاكثر فتره ممكن. طب هفترض لا قدر الله ما فيش الكينوا مثلا، افترض في بعض الناس اقتصاديا مش قادره تجيب، هنعمله عادي برز، نقلل الرز فيه ونحط كمان معاه الطماطم نايف ناي من غير ما تتسبك. ايوه نايف ناي. نزود الكزبره على قد ما نقدر بقى الخضره، وفي نفس الوقت بقى نحط لحمه مفرومه بس قليله الدسم. حلو قوي. تمام. الطبق بتاعنا هيبقى تلات ارباعه محشي والربع فيه بروتين. كويس. طبعا قبل اي وجبه باكت الاناسيريم قبل وجبه بنص ساعه او ساعه، والمحشي كده على النار اخدها كده بحيث انه عقبال ما المحشي بقى يستوي يطلع سخن مولع، يطلع سخن ونحطه بقى ونفرش، نبقى احنا مالينا نص المعده بكورس الاناسيريم او باكت الاناسيريم، ونشرب بعديه كوبايتين ميه. وطبق السلطه انا دايما بقول مهم جدا قبل كل وجبه، لانه الياف وقيم غذائيه ومعادن وفيتامينات واملاح هيشبعني لاكتر فتره ممكنه وهيخلي معدل الحرق بتاعنا نار. كويس. حاجه بقى كمان هنعملها، ان احنا دلوقتي خدنا باكت الاناسيليم، انا بقول تلات ارباع الطبق. احنا عندنا مشكله لما بنحب الاكل، يعني حاله المحشي مع الناس فيها يوم مرحميني اللي هو تلاقي الناس ايه هوب خلصت على طول. احلى حاجه ان حضرتك داخله جوه تفكير كتير من الناس. ما انا عارفه يعني. ما احنا بنقول محشي عادي هلاقي الحله طلعت اكيد طبعا، هي بتخلص على الغدا عموما يعني. ده حقيقي. فاحنا عشان كده بناخد باكت الاناسيليم، فالباكت الاناسيليم هيشبعني نص معدتي. كويس. فهيخليني اكل منه بكميات قليله، يعني اتحكمت في الكميات وفي نفس الوقت عملته بطريقه صحيه وما حرمتش نفسي وكلته مع بقيه البيت، فما حسيتش ان انا مختلفه عن البيت، وده اللي مهم على فكره في الخساسين. مشكله الخساسين يا جماعه ان انا بكون ماشيه على دايت لوحدي وبقيه البيت ماشي على اكل لوحده. صحيح. انا بقى بقول لكم ان احنا معانا هنمشي على نفس اكل البيت بس هنقنن في الكميات وهنسيطر على الشهيه بكورس الاناسيليم. باكت الاناسيليم اساسي قبل كل وجبه بنص ساعه او ساعه، بحيث ان انا اقفل نص معدتي فاكل مع بقيه العيله وانا مبسوط ومش محروم. هناكل محشي بس بالطريقه اللي انا قلتها، او نعمله بطريقه صحيه مع ان انا اخد باكت الاناسيليم. بيطلع طعمه حلو جدا بالطريقه دي يا دكتور. جدا جدا على فكره، كل الانواع او معظمها حقيقي، حتى الكرومب اللي هو يعني بيحبوه متسبك بيطلع حلو جدا. جدا. طب خلينا بقى نسالك في حته مهمه لناس كتير، هي الشوكولاته. الشوكولاته دايما الاطفال كبار جميع الاعمار كلنا بنحبها، وبيبقى لينا وقت كده عايزين ناكل حاجات بالشوكولاته. يعني من حقي ان انا ممكن احلي بحاجه بس ممكن يعني افرط شويه. هي شوكولاته كشوكولاته اكل ولا شوكولاته اكل؟ ولو انا حبيت، في ناس بتحب الحلاوه الطحينيه مثلا، الحلاوه او اعمل الحلاوه السبريد او الشوكولاته اللي بتبقى سبريد بتتفرد. تمام. اللي هي القابله للدهن دي. طب اعمل ايه بقى في الحاجات دي يا دكتور؟ لان هي بتتباع، الطعم الحلو، الطعم الحلو هو يا اما هنعملها في البيت قريبه. الطعم الحلو بيحب البق الحلو بيحب ان انا اكل كتير. عايزه اكلها بطعمها اللي انا متعوده عليه. تمام. مثلا مش هفترض ان انا هعملها بطريقه هيلثي اذا انا ما عنديش استعداد. يمكن الشوكولاته السبريد من الحاجات اللي انتشرت في الثقافه العربيه في الفتره الاخيره. صحيح. وسعرها يمكن في الاول كان غالي، ما كانش في مقدره ناس كتير او اسر كتير تجيبه، ويمكن الاطفال
بدات من نوع تغير من انواع من الرفاهيه بعض. شويه. وبدات الاطفال تغير من بعض، وطبعا الشركات انتهزت الموضوع ده وعملت انواع انواع مختلفه. تانية مختلفه صحيح. بتكلفه اقل. سواء بقى يا جماعه النوع الغالي او النوع الرخيص، هما الاثنين فيهم مصايب سكر ابيض، صح، وفيهم نسبه كمان زيوت دهون ودهون عاليه جدا. نباتيه. فطبعا احنا عارفين طبعا اضرار الدهون النباتيه. فهي الفكره ان انا ممكن اعملها في البيت، لان انا مش عاوزه احرم طفلي منها، وخصوصا في اي اوقات المدرسه. فنعملها بقى في البيت، اللي هي الشوكولاته الخام نسيحها او كاكاو خام، في نفس الوقت نحط اللي هي الزيوت زي مثلا جوز الهند من الزيوت الصحيه، حاجات ال نحط كمان بدائل. نحط اللي هو المجروش بتاع البندق، اللي هي تبقى كلها حاجات في البيت صحيه او سعراتها اقل. ونحط طبعا سكر الدايت، طبعا سكر سيسيل من اكتر الناس اللي انا بحب اتكلم عن السكر ده، لانه زي ما بيدخل الجسم زي ما بيطلع، وبيسكر الاكل اضعاف مضاعفه، وفي نفس الوقت بيقدر ان انت تدخليه الفرن. على درجات فبالوصفه دي حرارة احنا ممكن يعني. حتى نبقى نعملها في حلقه من الحلقات اوكي بسكر سيسيل، يعني اوكي لا عاوزين سكر ندخل السكر في النص. اكيد طبعا. لا ونجربه على السخن ونشوف نجربه طعمه هيتغير ونشوف ولا مش الطعم هيتغير. بتاعه ايه. فانا ممكن اعمله بالطريقه الصحيه دي وناكلها، بس الفكره بقى ان هو حتى لو عملناها بالطريقه الصحيه برضو سعراتها الحراريه عاليه، تمام؟ فاحنا مش عاوزين ناكلها كتير، يعني ناكلها بس مش اللي هو يوميا. طب امتى يا دكتور لو حبينا ناكلها بطريقه ما تاثرش علينا، ناكلها امتى؟ التايم بتاعها امتى؟ بصي، ناكلها عادي الفطار، بس ناكل طبعا ناخد الاناسيليم قبل الوجبه بنص ساعه او ساعه، اوكي. بحيث ان الاناسيليم فيه الياف، فالالياف دي او ماده البرمالين هتبطئ عمليه هضم وامتصاص السكريات، هي فهتعلي سكر الدم تدريجيا، فمش هتحسسنا بالجوع بسرعه، او مش هتحسسنا بعد فتره ان احنا ايه عندنا نهم تاني للاكل او نهم كمان للسكريات. فانا هاخدها قبليها بنص ساعه او ساعه، حتى لو الاطفال هياكلوها عاوزين ياخدوها معاهم المدرسه، نعود اطفالنا على باكت الاناسيليم قبل وجبه بنص ساعه او ساعه. هو عامل زي عصير اناناس، في الياف، في برمالين، في طعم السكر اللي هم هيحبوه، فمش اوكي هيحس ان هو الاناسيليم مش دواء، ده مكمل غذائي، اوكي فعادي ملوش اي سايد افكت، ملوش اي اثار وحاجات جانبيه، طبيعيه كلها الياف طبيعيه كلها دكتور. الياف طبيعيه. وفي نفس الوقت هيخلي هتبطئ عمليه الهضم والامتصاص بتاعه السكريات، فمش هيعلي سكر الدم بسرعه، وده اللي احنا محتاجينه في اكله زي دي. كويس جدا. احنا بقى في سؤال دايما، ودلوقتي بقى حالات كتير قوي يا دكتور يحصل لها الموضوع ده، لما تيجي تعمل تحليل يقول لها انت عندك مقاومه انسولين. طيب احنا عايزين نتكلم عن الجزئيه دي، ازاي اعرف ان انا عندي مقاومه انسولين؟ تمام. مقاومه الانسولين من الحاجات اللي عملت ترند على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت او السنه الاخيره عموما، ناس كتير بقت تيجي عندها مقاومه انسولين. طب ايه هي يا جماعه؟ عايزين نقول للمشاهدين ايه هي اعراض مقاومه الانسولين. مشكله مقاومه الانسولين ان هي ملهاش اعراض واضحه، يعني اي مرض في الدنيا بيبقى ليه اعراض، فانت بتكتشفيه بسهوله. مقاومه الانسولين ملهاش اعراض واضحه، ممكن تبقى متلازمه معاكي، يعني اعراضها متعايشه معاها لمده 10 15 سنه، وهوب فجاه تلاقي ان انت جالك سكر من النوع الثاني، فتكتشف ان انت كان عندك مقاومه انسولين. فمن ضمن اعراض مقاومه الانسولين، اول حاجه محيط الوسط عند الرجاله او الستات، مفروض محيط الوسط لو زاد عن رقم معين ده معناه ان انا عندي مقاومه انسولين. محيط الوسط سواء عند الرجاله او الستات، كويس. عند الرجاله فوق ال 102 هيبقى انا عندي مقاومه انسولين، وعند الستات لازم فوق ال 92 او فوق ال 88 تقريبا بيكون عنده مقاومه انسولين. يعني في رقم عند الستات وفي رقم عند الرجاله. حاجه تانية كمان، الدهون المركزيه اللي هي في البطن السفليه او في الارداف او في الجناب. دايما بسمع لما حد يكون عنده دهون في منطقه البطن او الارداف او الجناب، لا اصل انا عندي سمنه وراثيه، اصل انا بابا كده، اصل انا ماما كده، اصل انا عمتي كده، اصل انا واخده اكيد ما اتخلقتش كده، اكيد انا من محتاجه ان انا اشوف مامتي او ده من ايه عيله السبب. بابايا. لا يا جماعه، احنا لازم لما الاقي عندي دهون في منطقه معينه متمركزه، لازم اكون عندي يعني يقين ان 90% ان انا عندي مقاومه انسولين. تالت حاجه بقى، بيبقى في دهون على الاعضاء الداخليه زي البنكرياس والكبد، وده احنا ما بنكونش عارفينه طبعا. رابع حاجه، المناعه بتاعتنا بتكون قليله جدا، وبيكون اي دور برد كده معدي بناخده، وفي نفس الوقت بنفضل راقدين على السرير فتره طويله. من العلامات بقى المميزه جدا، وهي الاماكن الداكنه عند او اللي بتبقى موجوده في الجلد، بتبقى عند الابط او عند الصدر او عند الغمقاء كده يا دكتور، غامقه كده.
اسمه الشواك، هو ده اسمه العلمي. دي بتبقى مناطق داكنه في المنطقه دي، وبتبقى اللي هي في الجزء الخلفي من الرقبه، بيبقى فيه كمان زوائد جلديه في نفس المنطقه دي. دي من اشهر علامات مقاومه كمان الانسولين. فانا لما الاقي الاعراض سواء بقى الغمقان او الزوائد الجلديه او عندي دهون او اقيس محيط الوسط والاقي ان الرقم بتاع محيط الوسط عالي عن الطبيعي، فاعرف على طول ان انا عندي مقاومه انسولين من قبل اصلا ما احلل. طيب وايه يعني برضه عاوزه اقول للناس يعني ايه اصلا مقاومه انسولين؟ يعني طب قبل ما حضرتك تقول لنا مقاومه الانسولين ونتكلم عنها بشكل باستفاضه، خلينا ناخد معانا نهله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بيكي، اتفضلي. منوره الدنيا. الله يكرمك يا روح قلبي، انت اللي منورانا. اتفضلي لو ليكي اي سؤال. حابه اسلم على دكتور نهال. اتفضلي. ازيك يا نهله، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. حابه اشكرك على كورس الانسوليوم. بجد غير حاجات كتير جدا. انا كان وزني 95، بقيت 76 شهرين. ممتاز جدا جدا، ما يعني ما حسسنيش باعراض وحشه او كده، بالعكس كان بيحسسني كل مره ان انا بشبع اكتر من حاجات بسيطه جدا. تمام. مش باكل زي الاول. انا في الاول كان طبق مليان، بيبقى في حاجات كتير قوي. دلوقتي طبعا حاجات قلت جدا بفضل طبعا انا سليم خالص. زائد في متابعة جيدة جدا جدا. المتابعة جدا هي دي اللي كنت عايزة اسألك عليها. المتابعة مع مين؟ دكتورة انجي. مع دكتور انجي. دكتورة انجي دكتورة سكر جدا، كانت بتتابع كل اسبوع، بتبعت لي النهارده الدايت هيتغير، هيبقى كذا، هنعمل نظام غذائي كذا، طب وزنك النهارده كام؟ لا هيبقى هنعمل كذا. دايما على طول كل اسبوع في نظام غذائي مختلف، الوزن بتاعي في تشجيع كمان. يعني انا كنت اقول لها طب انا كده يعني قليت، طب انا قليت قليل، او انا طب انا لخبطت. لا برافو كملي كويس. كان في تشجيع جميل جدا من دكتوره انجي. طب نهله متابعه هايله. قولي لي الكورس، كنت بتاخدي كورس الانسوليوم انهي نوع؟ يعني كنت بتاخدي ايه في الكورس؟ نعم، كورس الانسوليوم اللي كنت بتاخديه، ايه الانواع اللي كنت بتاخديه في كورس الانسوليوم؟ ايه الانواع اللي كنت باخدها في كورس الانسوليوم؟ انا كنت باخد كورس الانسوليوم اللي هو الباكت اللي هو قبل الغدا بساعه. تمام تمام كنت باخده. طبعا باجي اتغدى بقى الموضوع بيختلف. حاسه ان معدتي مليانه جدا، مش محتاجه ان انا اكل، ولكن كان لازم ان انا اكل، وكنت باكل غصب. كان معاه مشروبات او سكر سلسل ولا لا؟ كان معاه كوفي، جرين كوفي. جرين كوفي. كانت برضو بحسها برضو بتديني طاقه، لان انا بشربها بعد الفطار. كنت بتاخدي اللي بالموكا ولا اللي بالبندق؟ كانت برضو كويسه جدا معاه. كان طعمها اللي بالموكا ولا بالبندق؟ لا الصوت مش واضح خالص. كنت بتاخديها بالموكا ولا بالبندق؟ يعني هي جات لك فليفرز يا نهله. الو. ايوه حبيبتي احنا سامعينك. الو. ايوه يا روح قلبي احنا معاكي، سامعينك يا نهى. الو. طيب احنا طبعا يا ريت تحاولي تكلمينا تاني، احنا كنا بنسالك على الفليفرز عشان نعرف انت تقبلك للقهوه الخضراء عامل ازاي. طبعا بشكر دكتور انجي على المتابعه الممتازه دي، وبشكر على الدعم النفسي لنهله، وبشكرها كمان ان ما شاء الله من 95 ل 76 رقم حلو جدا. كمان نهله من الناس اللي كانت بتاخد كورس الانسيليوم اللي هو الالياف مع الجرين كوفي. اكيد دكتور انجي رشحت لها الكورس ده لان ممكن تبقى اول مره تاخد كورس تخسيس. ممكن يبقى عندها امراض مزمنه، ممكن ما كانتش عملت دايت قبل كده او نظام غذائي، اول مره اول اكسبيرينس او تجربه ليها. وده بيختلف الكورسات بالنسبه لكم يا دكتور، صح ده حقيقي. احنا لما بيكون حد اول مره او حد عنده امراض مزمنه او اطفال بنديها كورس الانسوليوم العادي، ده بيبقى معاه الياف انسيليوم وسكر سلسل ومورينجا، او أوكي. الياف انسيليوم والجرين كوفي زي نهله كده. الجرين كوفي عندنا احنا طبعا ناس كتير قوي بتقول لك ايه، قهوه خضراء هشرب قهوه زنب. كانه ذنب. فاحنا بقى بنحب ندلع الناس عشان كده عملناها بفليفر موكا وبندق. انا شخصيا بحب طعم الموكا، يمكن انا بشربها كل يوم الصبح. انا بحب البندق يا دكتور. ما هو في ناس يعني انا بحب الاثنين، بس انا الموكا يمكن انا متعوده على طعمها، بحب اشربها كده الصبح. طب والله شفتي اختلفت الاذواق، بس انتوا عملتوا اللي يرضي الناس اللي محبه اللي يرضيني ويرضيكي. شفتي مزعجه؟ ده كلام جميل جدا طبعا.
طيب نرجع بقى نتكلم يعني ايه مقاومه انسولين، عشان حضرتك قلتي هنبدا نفهم الناس يعني ايه. مقاومه انسولين يعني ايه؟ هشرحها الاول كده بطريقه مبسطه. انا لما اجي باكل نشويات او سكريات او اي اكل، البنكرياس بيبدا يضخ انسولين. الانسولين ده بيروح للخلايا، بيبقى سكر بيديني طاقه. فانا كل ما باكل البنكرياس بيضخ انسولين، فالانسولين ده بيروح للخلايا عشان يديني ايه؟ طاقه. كويس. تمام. بفضل في ناس بقى 24 ساعه بتاكل، فالبنكرياس 24 ساعه عمال ايه؟ يضخ 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 ويدي طاقه. بيجي وقت معين يقول لك ستوب، انا مش محتاج انسولين. فالسكر بيعلى فين؟ في الدم. لما بيقفل الخلايا مش عاوزه، فما بتاخدش الانسولين ده، فالسكر بيعلى في الدم. فبتبدا السكر ده بيتحول لدهون في الكبد والبنكرياس. هبسط المعلومه برضو اكتر. انا دلوقتي عندي مخزن في بضاعة. الراجل بيجي لي كل يوم يديني بضاعة، فباخدها واحطها في المخزن. الراجل تاني يوم اداني بضاعة حطيتها في المخزن، تالت يوم رابع يوم، بعد اسبوع اسبوعين الراجل جاي يديني بضاعة المخزن اتملى، فبقول له ستوب انا اسفة مش هقدر اخد منك البضاعة دي، انا المخزن عندي مليان. تمام. هو ده اللي بيحصل، فهو هيرجع ببضاعته تاني. هو البنكرياس بيضخ الانسولين عشان يدينا، عشان يروح للخلايا ويديها طاقه. بيجي في وقت معين انا جسمي مش محتاج، فبيبدا الخلايا تقفل، فبيبدا الانسولين ده يعني يعلي السكر في الدم، وبيبدا ان هو يتحول في الدهون لدهون. عشان كده الناس اللي بيجي لها مقاومه انسولين دي ناس بتبقى 24 ساعه فاتحه الثلاجه، وبتاكل نشويات وسكريات. عشان كده بقى مقاومه الانسولين احسن علاج ليها الصيام المتقطع. طب انا هل يعقل ان انا عندي مريض سمنه جايلي عنده مقاومه انسولين 24 ساعه بياكل يا شيف، اقول له امشي على الصيام المتقطع اللي هو 8 ساعات صيام و8 ساعات نوم و8 ساعات اكل؟ هيبقى صعب عليه. هيبقى صعب. فهنا بقى كلمه السر كورس الانسولين. هو ده اللي بيخليني اقدر امشي على النظام الغذائي، هو ده اللي بيتحكم في كميات اكلي، هو ده اللي بيصغر حجم معدتي. فانا بديها مقاومه انسولين، بديها الكورس عشان يقفل الشهية معاها، عشان تقدر بعد كده تمشي على النظام الغذائي اللي هو اللي فيه لو كارب او نشويات قليلة عشان ينعالج مقاومة الانسولين. ده هايل جدا. ده بقى ممكن حاجة تبقي جاوبتينا كمان على السؤال، المشكلتي في السكريات بيبقى عندي نهم ليها، ولو ما اكلتش اي حاجة مسكرة يبقى عاملة زي المدمنة مع اني مريضة سكر نوع تاني. بص، مريض السكر نوع تاني طبيعي ان هو يبقى عنده نهم للسكريات، بس هي اكيد مش ماشي على النظام الغذائي صح اللي هو يظبط مستويات السكر. فطول الوقت انا سواء عندي سكر او ما عنديش سكر، لو انا طول الوقت حاسه بالجوع يبقى انا النظام الغذائي بتاعي غير متزن، ودي الغلطه اللي الناس بتقع فيها. بتمشي على نظام غذائي قاسي جدا مش قادره تمشي عليه، تلاقيها يوم التاني تالت الرابع اسبوع استمرت عليه، خست شويه ترجع اتخن من الاول، لان تاني اسبوع مش هتقدر. صحيح. مش قادره، مش قدرتها. فتقوم تاني اسبوع موقفه الدايت، والتلاته اربعه كيلو اللي خسيتهم الحمد لله الحمد لله زادتهم 8 كيلو. عشان كده لازم نمشي مع حد مختص، خبير تغذيه او علاجيه او دكتور تغذيه علاجيه، هو اللي يظبط لي النظام الغذائي. ولو ما عنديش كنترول، وطالما راحت انا ما عنديش كنترول على اكله مش قادره اقلل الاكل، يبقى انا مش محتاج بس نظام غذائي، يبقى انا كمان محتاج كورس يساعدني في قفل الشهيه. طيب قولي لنا طرق التواصل يا دكتور، عشان اصدقائنا اللي عايزين يعني بما انهم عرفوا عن الانسيليوم عايزين يتواصلوا بقى من خلال شركه اون تارجت فارم. تمام. عندنا صفحه اون تارجت فارم على الفيسبوك. عندنا صفحه نيهال حافظ برضو على الفيسبوك. عندنا صفحه اون تارجت فارم على الانستجرام. عندنا نيهال حافظ على الانستجرام، ممكن من الارقام اللي بتظهر على الشاشه، ممكن من خلال الواتساب بتاع الارقام برضو اللي بتظهر على الشاشه. اخر حاجه بقى كده في عجاله في اقل من دقيقه، قول لنا ايه المشروبات الصحيه الامنه اللي لو احنا عايزين يعني تساعد في الحرق ممكن ناخدها في فتره الشتاء دي؟ تمام. انا بس حابه انوه عن حاجه بسرعه. اتفضل. جدا يا جماعه، المشروبات الصحيه دي انا بقول لكم مشروبات عشان تساعدنا في ان احنا سعراتنا تبقى قليله، مش هي الاساس. المشروبات الصحيه 2%، ما حدش يقول لي انا باخد مثلا ديتوكس ده اللي هيخسسني، ده 2% من 100%، يعني حاجه صغيره جدا. المشروبات الصحيه انا عن نفسي بحب اشرب المورينجا جدا. بحب اشرب القهوه الخضراء جدا. بحب اشرب كمان القرفه جدا، بس القرفه مع الضغط ما ينفعش. بحب اشرب جدا 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 المرمريه. ميرميه دي جميله. حلوه قوي. بتساعدني جدا في كل يوم، حتى الناس اللي عندها مشاكل في دخول الحمام او بيجي لها امساك، المرمريه من الحاجات اللي هتساعدنا جدا في النزول مع يعني اللي هو ندخل التواليت، ان احنا ندخل التواليت كل يوم الصبح. كويس. نشرب مرمريه او نشرب قرفه
او لو عاوزين بقى المورينجا تحفه. ده هايل جدا، يعني انت حضرتك قلت لنا كده معلومات جميله جدا، واتمنى يا رب ان شاء الله ان اصدقائنا اللي سالوا كانوا النهارده يعني بتكلمينا بشكل اوضح عن موضوع مقاومه الانسولين وصلتهم المعلومه. انا بشكرك طبعا دكتور نيال بجد. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني دكتور نيال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، نورتيني وشرفتيني. والى لقاءات اخرى طبعا نجاوب فيها على كل اسئله حضراتكم، كل اسئله بتجينا من خلال مشاهدينا الكرام، سواء من خلال اون تارجت فارما او من خلال صفحتي الشخصيه شيف عظيمه حمدي العربي، او من خلال كمان قناه الاهلي. شكرا جزيلا لكل متابعينا الكرام، يشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي. تحية لحضراتكم وحب وتقدير، ومن هنا الحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوفكم على ألف خير وصحة وسعادة وسلامة، وسلام عليكم.